السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا إحنا مازالين في فلو موديل 5 implementing IPv4 ولا IPv4، فمن بعد ما شفنا كيفاش نديرو الكونفيكاسيون IP بالكوموند لاين ولا بالباور شيل ولا بالجرافيك، وشفنا كيفاش نديرو الترابل شوتين، يعني كيفاش شنو هما لي كوموند اللي كنخدموهم فين في التريشو في التيشوت ولا الترابل شوتين. دونك دابا غادي نشوفو واحد الحاجة مهمة بزاف، لين نمشيو لهاد السلايد ديالنا هنا فين وصلنا. نعم، غادي نشوفو اي بي في 4 ترابل شوتينغ تولز، يعني شنو هما لي تولز اللي كنخدموهم في الترابل شوتينغ ديال اي بي في 4، شنو هما لي كوموند اللي غنقدروا نخدموهم، يعني لي كوموند اللي معروفين اللي غادي تبقى تخدمهم تقريبا في اي حاجه، يعني فيما يوقع لك شي مشكل ضروري ما خصك تخدم هاد لي كوموند، يعني مهمين بزاف، وغادي تبقاو تخدموهم بزاف، يعني فاش تبقاو تخدموا يعني في الويندوز سيرفر ولا بشي ولا ماشي نيتورك ولا كتخدموا ضروري بهاد لي كوموند. يعني شنو هما هاد لي كوموند ديال ولا اي بي في 6 ترابل شوتين تولز؟ كاين بزاف، كاين يا جينا نشوفوا اول كوموند وهي اي بي كونفيغ. فا اي بي كونفيغ شنو قلنا شنو كدير اي بي كونفيغ؟ يعني اي بي كونفيغ تجيو هنا، فا اي بي كونفيغ اللي كنا كنخدموا بها هي باش كنعرفوا شنو كنعرفوا الاي بي، يعني فاش كنديروا اي بي كونفيغ شنو نقدروا نعرفوا بها الاي بي ولا الكونفيغوراسيون اي بي ديال واحد الانترفاس. نمشيو للسيرفر هنا، نفتحوا واحد الكونسول، نشوف هذاك اي بي كونفيغ شنو كدير، شنو تقدر تعطينا. فإلا فتحنا واحد الباور شيل، حيت قلنا الباور شيل اي لي كوموند ديال الكوموند لاين كتخدم فين في الباور شيل، اذا ما عندنا حتى شي مشكل. فغنديرو اي بي كونفيغ. فا اي بي كونفيغ قلنا شنو كتعطينا لادريس اي بي ديال الانترفاس. مزيان، مي هاد اي بي كونفيغ فيها بزاف ديال لي زوبسيون، اذا ما يمكنناش نخدموها بوحده اي بي كونفيغ ديريكتومون، نخدموها بوحده. اذا شنو خصنا؟ كاين بزاف، اما كاين اي بي كونفيغ هنا ما كيعطيناش الدي ان اس، هنا الدي ان اس فين راه ما كاينش، يعني باش نعرفوا حنا الدي ان اس واش فين راه الدي ان اس اللي كاين خصنا نديرو اي بي كونفيغ /all. ها هو عطانا الدي ان اس سيرفر. فالدي ان اس سيرفر يعني ها الا بغينا نعرفوا يعني /all يعني كيعطيك كاع لي زانترفاس اللي كاين، يعني فاش كنديرو /all. كاينه واحد الكوموند اخرى اللي جوج ديال لي كوموند، شنو كنديرو بهم هادو؟ غادي نشوفوهم ديتا اون ديتيز في الموديل الجاي. هادو ديال دي اتش سي بي ولا دي اتش سي بي، هادو باش كتاخذ الكونفيغوراسيون منين من دي اتش واحد الكليون، عندك واحد الكليون باغي واحد الاي بي من دي اتش سي بي. دونك شنو خصو يدير هاد الكليون؟ خصو يدير واحد الكوموند. شنو هي داك الكوموند؟ هي اي بي كونفيغ سلاش اما كاينه اما ريليز، هادي اما هادي ريليز. شنو كتعني ريليز؟ هي فاش كيكون عنده واحد لادريس اي بي ام دي اتش سي بي وكي يعني كي ما كتبقاش عنده، يعني كيدير لها ريليز، يعني كيمسحها كيرجع ليطا انيسيال ديالو، يعني ما كيعاود كيحيد داك الكونفيغوراسيون الاولى. ابري فاش كتكون فاش كنديروا له ريليز كاينه ري، حنا ما عندناش واحد السيرفر دي اتش سي بي، ما يمكن نقدروش حتى الموديل الجاي وغادي نهضروا عليها ان ديتيلز. كاينه رينيو هي كيعاود يطلب واحد لادريس اي بي جديده، يعني من السيرفر دي ار سي بي. مزيان، هادي كاين واحد الكوموند كاين سي كاين اي بي كونفيغ سلاش ديسبلاي سلاش
DNS display date NS بي ا كونفيك هنا واحد الاي بي كونفيك display DNS فهذه نخدمو بها تايا فاش في DNS هذه شنو كدير هذه كتشوف DNS كاش يعني باش كتعطيك DNS DNS كاش مزيان كاينه واحده اخرى كاينه هذه بي كونفيك فلاش DNS هذه شنو كدير فلاش DNS هذه يعني كتمسح شنو كتمسح الكاش يعني الكاش ديالاش ديال DNS يعني كاش DNS كيكون عنده واحد الكاش كيبقى يعني عوض ما يعني انا طلبت في الاول google.com فهو المره الاولى غادي يمشي يجيب لي الاي بي ديال google.com من المره الثانيه فاش غادي نبغي نطلب داك google.com راه غادي يخليها عنده غير في الكاش يعني بلا ما غادي يمشي للسيرفر غادي يجيبها غير من عنده يعني الكاش حنا هنايا كنمسحوا الكاش فاش كنديروا هكا يعني ها هو فلاش DNS ريزولف هاد الاي بي كونفيك حنا شفنا واحد لوبسيون اخرى فمزيان دابا شفنا اي بي كونفيك نرجعوا لهنا ديروا واحد سي ال اس فكاين اي بي كونفيك كاينه بينغ فكاينه بينغ كاينه تراسرت كاينه باث بينغ كاينه تيلنت كاينه نت ستيت كاينه هادون جرافيك حنا غادي نشوفوهم دابا فالبينغ هو شنو كنديرو هو كنفيريفيو واحد الكونيكتيفيتي يعني بينغ يعني كيكون واحد الكمبيوتر كنعطيو له واحد البينغ كنعطيو له واحد الروكيت ولا كنعطيو له واحد الايكو هو كيعطينا واحد الريبلاي الا عطانا واحد الريبلاي اذا داك تي سي بي اي بي ولا راه خدامه يعني شنو كنسميوه يعني الاي بي يعني الكونفيغوراسيون تي سي بي اي بي ديالو راه خدامه يعني الانترفاس ديالو راه خدامه يعني كنعطيو له واحد الايكو هو كيعطينا واحد الريبلاي باش بالبينغ مزيان هنا بينغ دائما كنخدمو بها يعني ما كاينش فيها شي مشكل يعني عاديه بينغ 192.168.1.10 هادي كنبينغيو على عاديه كيعطيك التايم تي تي ال ديالو يعني شحال قد يوصل 128 كيعطيك البايت شحال والتايم يعني شحال الادار ديال الوقت باش يتكونيك باش يدير هذا البينغ يعني واحد ملي سكوند يعني هذه ديال البينغ نرجعوا لهنا كاين تراسرت فاش كيوقع لك شي مشكل يعني كتبغي تكونيكتا مع واحد البيسي ولا اليوم ما كتكونيكتاش اذا شنو علاش كدير تراسرت باش كتشوف فين وقع المشكل يعني الباكي فين وقفت يعني واش وقفت في الروتور واش وقفت يعني كتشوف الباكي فين وقفت يعني واش في الروتور واش الروتور واش في البيسي واش في يعني كتشوف المشكل بالضبط مشكل بالضبط فين كاين مزيان هاد التراسرت هادي كتجي موراها شنو هي باث بينغ هاد باث بينغ حتى هي تقريبا بحال تراسر بحال تراسرت يعني نفس كدير تقريبا نفس الخدمه ديال تراسرت كتجي تيلنت شنو كدير تيلنت باش نديرو ريموت باش نتكونيكتاو لواحد السيرفر ريموتلي مي غير باش بالكوموند يعني كاين تيلنت وكاين الاس اس اش يعني كاين تيلنت وكاين الاس اس اش مزيان يعني كنكتبو هنا تيلنت وكنديرو الادريس اي بي 192.168.1.10 بحال هاك شنو قالك تيلنت قالك كانت علاش قالك ما كايناش اذا خصنا نزيدو تيلنت يعني حنا خصنا نمشيو لداك الفونكسيوناليتي ونزيدو تيلنت كتكون ما كايناش باغ ديفو ديزاكتيفي يعني خصنا اكتيفيو تيلنت هادي هنا نجعل هنا كاينه نت ستيت فالنت ستيت كما كتعرفوا النت ستيت هذه شنو كدير هذه كتعطيك لي بور لي دابا راهم اكتيف يعني داك لي بور ديالاش لي اكتيف ولا لي مفتوحين فين دابا بحال دابا نمشيو للسيرفر هنا ديالنا اللي كنديروا فيه التيست نديروا نت ستيت ها هو عطانا لي بور
لي مفتوحين تي سي بي 389 وكيعطيك السيرفر وكيعطيك استابليش يعني استابليش رام مفتوحين رام خدامين. اذا مزيان هذه بالنسبه لهذاك بالنسبه هذه لي كوموند. دابا غادي نمشيو فين فين الجرافيك كاينه ريسورس مونيتور جاو لهنا هادي هكا قلنا ريسورس مونيتور هادي ريسورس مونيتور ريسورس مونيتور حتى هي كتعطيك كتعطيك شنو كتعطيك باش دير باش دير ترابل شوتين يعني ترابل شوتين ديالاش ديال هنايا النيتورك يعني هي كتعطيك كاع شي حاجه اللي كاينه عندك مشكل في النيتورك ولا هذه كتعطيها لك فين نيتورك مونيتور. ها انتما هما كي يعني الا شفتوا شنو عطاك هنا الدي ان اس عطاك الاساس يعني داكشي داكشي جرافيك مي احنا قلنا شي حاجه كتشوفها بالجرافيك راه ماشي هي شي حاجه بلين كومون كاين شي بزاف ديال تقدر تجيب بزاف ديال زانفورماسيون بلين كوموند ما تجيبش بالجرافيك والجرافيك ما تشوفش يعني غادي نديرو لها هكا يعني مزيان. دابا ريسورس مونيتور نشوفو فين وصلنا دابا ريسورس مونيتور كاينه ويندوز نيتورك دياغنوستيك يعني ويندوز نيتورك دياغنوستيكس الى وقع شي مشكل وكدير دياغنوستيكس يعني باش كدير دياغنوستيكس وكنلقاو هذه ايفنت فيور يعني حتى ايفنت فيور نقدروا بها نديروا بها ترابل شوتين يعني الاي بي في 4 يعني نمشيو نشوفوا ايفنت فيور شوز كرها هذه ايفنت فيور هذه ايفنت فيور كتعطيك لي لوغ لي كاينين يعني كاع لي زيفينمون اللي دازو ولا لي زيفنت اللي دازو مع في ويندوز سيرفر في ويندوز سيرفر كتعطيها منها يعني اي حاجه وقعت فين في ويندوز سيرفر في ويندوز سيرفر ويندوز لوغ هنا كتعطيك اما ابليكاسيون اما سيكوريتي اما سيتاب اما سيستم اما يعني انت كتختار شنو فين فين شنو باغي ديال اش لوغ اللي باغي مزيان حي ديروا هادي هكا نكونوا دابا سالينا هاد الاي بي في 6 ترابل شوتين تولز. نتمنى تكونوا استفدتم هاد لا فيديو وما تنساوش تبارطاجيو هاد لا فيديو مع اصحابكم ومع الناس اللي انتريسي بالفورماسيون. نتلاقاو في لا فيديو الجاي ان شاء الله والسلام عليكم.